إذا ما تعرف مين محمد رمضان، في الغالب أنت في كوكب آخر. نمبر وان وانتو عارفين نمبر وان الأسطورة. أنت تمسك الشباب. عنده متابعين أكثر من عدد سكان السعودية والإمارات وقطر والبحرين مجموعين. يعني؟ اسم محمد رمضان في تيك توك جاب أكثر من 2.5 مليار مشاهدة. بشكركم على تخطي هاشتاج محمد أندرسكور رمضان ال 2 مليار و500 مليون على تيك توك. عمر حسين الانشكاحي، الجزمة الحمراء سير نجاحي، في 3 دقائق أسبوعيا نم نم ملوخية شي خرافي. في عام 1961 دانييل شي ستين قال، لما جاي يعرف المشاهير جاي يعرف السليبرتيز، قال المشهور هو المعروف لشهرته. خلاص هو مشهور، هو وجوده معروف، نحن نعرفه لأنه مشهور، هذا أكثر شيء خلاص مشهور في العالم. محمد رمضان مشي طاح ملايين المشاهدات. هذا الشخص نقدر نقول عليه مشهور. ولدي شخصيا يحب بعض من أغاني محمد رمضان، يجي يقول بومبو يا حبيبي يا حبيبي أنا بك تعالي لي. أو تفهم الأطفال شوية، الأطفال لما يحبوا شيء يبغوا يسمعوه مو مرة مو 10 مرات، مليون مرة في اليوم. طبيعة الحال بما أني معاه فأنا جالس أسمعها وبدأت أخش في عمق أغاني محمد رمضان. بدأ يلفتني حاجة، في نمط في أغاني محمد. أخذت 6 أغاني من أغاني محمد رمضان الفيديو كليبات، بعدين جلست أقرأ شوية ولقيت في واحد باحث، هذا الباحث اسمه جيمس مهالك والعيال هو وأصحابه. البحث حق جيمس والعيال كان بيقول إنه في 12 مقياس، إذا الشخص سواها فهو نوعا ما متوافق مع الذكورية اللي هي في الشارع العام، مو ضروري شيء كويس، مو ضروري شيء سيء، في الغالب هي شيء سيء. قائمة 12 فيها أشياء زي السيطرة على النساء، إظهار القوة البدنية، هقول لك كلمة واحدة، البحث عن البرستيج عن المكانة الاجتماعية، خلينا نوضح حاجة زي كده، 12 بند في موضوع الذكورية. أختي أنا عارف إنه أنت نفسك الآن إني أقول الذكورية السامة، ما حقولها، لن أستخدم الكلمة لأنه في سبب إني ما أستخدم هذه الكلمة. في 6 فيديو كليبات محمد رمضان ما يكون عنده شريك، ما عنده زوجة، ما عنده صحبة، ما عنده حبيبة، عنده حريم. ولاعة، حد يجيب الولاعة. المرة الوحدة في 6 فيديو كليبات، فيديو كليب السلطان يكون فيه مرأة شخصيتها هي زوجته، جاب يوتيوبر مشهورة اسمها نور ستارز اللي هي المفروض تكون هي السلطانة لأنه هي عندها تاج. إيش وظيفتها؟ إنها تجيب التاج على مخدة وتحطها على رأس محمد رمضان. وظيفة الملكة إنها تلبس محمد رمضان تاج وبعدين تودع في آخر الفيديو كليب عشان يروح مع الرقاصات. العبد لله سلطان السلطان. كلمات أغنية تيك توك أسمع، هحاول أقولها باللكنة عشان أصير كأني محمد رمضان. يقول عايزة حب أنا مش فاضي، ما هو فاضي، زعلانة مني وده العادي، عادي إنك تزعلي، فبأخذها على الهادي يعني أنا بهدي. يا بنت أنت مراتي. طلعت هادي زوجته، بيتكلم عن زوجته اللي ما هو فاضي لها، ما هو محمد رمضان ما هو فاضي لزوجته. يكمل الشاعر يكمل، تقابلنا وافترقنا اشتغلنا وانشغلنا، عاملة دوشة عاملة أزمة، انت طالق لو تقرر الكلام ده. طلق زوجته في أغنية تيك توك يا محمد رمضان. ليه الأغنية اسمها تيك توك؟ في مرقص قاعد ترقص في 3 دول مختلفة، ليش طلقت زوجتك في نص الأغنية؟ أغنية جميلة رائعة جدا، يغنيها دويتو مع فنان آخر اسمه سعد المجرد. سعد المجرد ما عنده قضية تحرش، ما عنده قضيتين تحرش، عنده 3 قضايا تحرش. الشاهد إنه من كثر ما الموضوع مزعل الناس في مصر، لما كان في حفلة لسعد المجرد الناس زعلوا قالوا هو لو ما حيصير حفلة، فتكنسلت الحفلة. لكن الأسطورة ما يهمه، هذه ما هي المشكلة. أنا أذكرك مرة أخرى، قضايا تحرش يستاهلوش أخويا يستاهلوش. في هذه الأغنية مع الشخص اللي عنده قضايا تحرش، محمد رمضان يقول ما حد حيصدقك، كل أحد حيمشي ويسيبك. صدفة، بس صدفة مرة ما هي لصالحه، يعني بين كل الناس بين كل الأغاني رحت اخترت الشخص اللي عنده يعني مشكلة انه يكون لما عادة الرجل لما يتحرش على المرأة هو يعول انه ما حد حيصدق هذه المرأة. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام. في خمسة من 6 الاغاني محمد رمضان دائما في لقطة يكون محاط ب4 نساء يرقصون.
لله سلطان السلطان انا هرمي التليفون مش واحد مش ليش أربعة والشر محل الأربعة في ستة من الستة أغاني 100% من الأغاني صدر محمد رمضان يظهر ظهور جيد قوي يبرز عضلاته شوفوني أنا بعضلاتي لا يوجد لقطة لمحمد رمضان مع مرأة واحدة فقط أعتقد غير ذيك اللقطة اللي يكون في واحدة بقفص ترقص في فيديو كليب بوم بوم محمد رمضان يكون سكران طلبت عصير ما أنا مش بشرب بس ما كان قصده يكون سكران ما طلعش عصير يخش على واحدة في الحمام يعني إنه كان سكران فيخش على واحدة في الحمام بعدين يقول أوه معليه بالغلط بالغلط بعدين يخش ثاني مرة على نفس المرأة في الحمام وهي تنفجع يقول أوه معليش بالغلط بالغلط بعدين يخش ثالث مرة وهي برضو تنفجع في الفيديو كليب يعني في قصة الفيديو كليب ثالث مرة يخش محمد رمضان ماذا تفعل يا أسطورة ماذا تفعل يا أسطورة ليش بقول اللي بقوله لأنه محمد رمضان شخص مشهور الأسطورة نمبر ون أقوى واحد في العالم المشهور صاحب رونالدو لأنه سوى عقد مع شركة هذه الشركة برضو تعاقد مع رونالدو محمد رمضان الوحيد اللي يقدر يقول ومحمد صلاح اللي يقدر يقول أنه رونالدو صاحبي نقدر نقر أنه شخص مؤثر فلما يصنع فيديو كليبات لما يقول كلام في كلمات الأغاني فهو بيصنع أثر بيحط بيوضح شكل النجاح شكل الرجل شكل الذكورية والآن هو بيرسم لهم هذه الملامح في الفيديو كليبات التي تطابق لملامح الذكورية في المجتمع الأمريكي غير الجيد غير الصحي لكن حسبت هيكون في فيديو من غير لكن 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 هل محمد رمضان يؤثر على المجتمع ولا محمد رمضان نتيجة مجتمع وحوش الملوخية شكرا جزيلا على دعمكم شكرا جزيلا انكم ترسلوا لي على الخاص يا عمر يلا سوي فيديو سوي فيديو معليش تأخرت عليكم اسبوع اسبوعين كان عندي مشكلة حساسية فطول الايام اجلس ادمع دحين الحمد لله رجعت وضعي كويس اسبوعيا حنشوفكم ان شاء الله بالنسبة للناس اللي ممكن يزعلوا من هذا الفيديو سامحونا خذوا ملوخية بالليمون روقوا ما عجبكم خذ موزة بس اهم حاجة ايش خليك معانا على الخط شاركوا هذا الفيديو في اليوتيوب في الفيسبوك في الانستغرام فين ما انت بتشوفه شاركوا اكتبوا التعليقات ولا تنسى تضغط لايك.